السلام عليكم اخوان اخوات. اخيرا اخيرا ما غاديش نبقاو نخلصوا الضريبه ديال التلفازه. لا كانوني راي ما تبقاش تخلص. لا كانوني راي كنخلصوها. ضريبه التلفازه كنخلصوا ليها 90 اورو للعام او 9 اورو كل شهر لمده 10 ديال شي ميزي 10 اشهر. ياك هاد الضريبه هادي دخليها لك فلا لا بوليتا ديال الضو، يعني في الفاكتوره ديال الضو اللي كتجيك من شهرين لشهرين ندخلي لك 18 اورو ديال لارعي. اوكي هاد البوليطه هادي الا رجعنا للور واحد 6 سنين ما كناش نخلصوها، اغلبيه ما كيخلصهاش حتى كتجيك عاد تتخلصها. وقتاش كتجيك هاد الضريبه هادي ديال التلفازه؟ انا كنهضر لك على سيانيفا. كانت تجيك نهار كتمشي تاخذ شي تلفازه كتشريها كيعطيك تعمر واحد الورقه كديكلاري بانك انت راه خديتي تلفازه، اذا انت كديكلاري بانك انت كتفرج في العراي. اوكي كتولي تجيك هاد البوليطه هادي. اليوم الاتحاد الاوروبي من بروكسل بعد تدخلات على ما اظن بعض الجمعيات او حتم على الجوفيرنو ايطاليانو باش يحيد العراي من لا بوليتا ديال لا كورينتي، غيحيدوها غتولي تخلصوا غير الضو نيشان، يعني ما تبقاش تجيكم. ما غنقولش لكم غدا، ما غنقولش لكم بعدو، ما غنقولش لكم الشهر الجاي، بيرو من هنا لقدام عطاوه حتى تنظن 2022 باش يخدموا على هذا القرار باش يحيدوها. هادشي راه اليوم ديكلارا به البريزيدنت دراغي باش غادا تحيد، لأن الاتحاد الأوروبي ورك عليهم، قال لهم بحال اللي قلتي بحال اللي كتسين بيتزا غتجيك للدار وعيطي على مو بيتزا قلتي لي دوز معاك عند الجزار جيب ليا معاك حتى كيلو ديال الكفته. فهمت اش بغيت نوصل لكم؟ يعني مالي الضو غادي يوصلوا لك الضو للدار صافي وغتخلص غير الضو، مالي التلفازه غيخصهم هما يوصلوا لك الضو للتلفازه وتخلص التلفازه. فهمت اش بغيت نوصل لكم؟ ونتمناو ما يديروهاش بشي طريقه اخرى كيف العاده، لان رينسي بريزيدنتي رينسي في 2015 راه كان قال هو غادي نحيدوا لا راي ما تبقاش لا راي وكذا 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 وكذا، غير نجح في الانتخابات هو يخشيها، هو اللي خشاها في لا في لا بوليتا دو لا كورينتي ديال الضو، هو اللي خشاها رينسي. ومن قبل يعني شحال هادي كان مثلا بحال برلسكوني راه كان هو قال لهم غادي نحيدوا البولو ديال الاوطو، يعني الضريبه ديال الضرائب ديال الطوموبيل، ولكن عاد مازال دار داك البولو ديال هذوك الطوموبيلات اللي عندهم تشيلندرات كبيره باش غيخلصوا الدوبل البولو. راه كاين شي طوموبيل كتخلصوا ليها اوتو تشينتو نوفي تشينتو ميلي يورو ديال الضريبه، لان فيها تشيلندرات تلقى تشيلندرات تريميلا وتلقى الكيلووات التي وكيخلصوا دي بيو. نتمناو ما يخشيوهاش لينا في شي حاجه شي بوليطه اخرى او بشي طريقه اخرى. باش دابا هاد لاراي دابا حاليا فاش غتحيد من لا كورينتي خاصك انت حتى ديكلاري بان راه عندك في التلفازه عاد غادي تولي تجيك للدار. فهمتوني؟ يعني بحال الاول. وانتباه الناس اللي غيمشيو يشريو التلفازه اللي عطاوك شي ورقه تعمرها او شي سيكوراسيون ديرها وهادي ما تعمرش اللي داتي، لان هادوك اللي داتي راه هما اللي كي ديكلاريو بانك خديتي التلفازه. هادشي اللي كان في الاول، غير كتشري التلفازه كتعمر واحد الجوارقات كتجيك لا راي للدار كتولي تخلصها. فهمتوني الاخوان؟ ولا جاتك الاولى وما خلصتيهاش راه ما تبقاش تجيك. هادشي القديم كنعاود لكم القديم هادشي. اما الى بديتي كتخلص ديما غتبقى تجيك. هادشي اللي كاين او تديكلاري غير في هذيك الخلاص كديكلاري، كديكلاري بان لا راي راه عندك خاصك تبدا تخلص راه غتولي تجيك ديما. دابا حيدوها من الضو الحمد لله غادي نربحوا 9 اورو في الشهر. السلام عليكم اخوان. السلام عليكم تحياتي. اعطيني الراي ديالك في هذه القضيه ديال الضريبه ديال التلفازه اللي كانوا دايرينها لنا مع الضو. تنظر حتى في المغرب راه كاينه ضريبه الاسبال وقيله او ضريبه التلفازه يمكن دايرينها مع الضو ولا الماء ولا شي حاجه ولا واد الحار شي لعبه بحال هكا دايرينها حتى في البلاد. ما بقيتش عاقل بالضبط ولكن فايت سامع شي حاجه بحال هكا. اعطيني الراي ديالك، واش مزيان هذا الشيء اللي داروا او نبقاو نخلصوها؟ تحياتي الاخوان. السلام عليكم. بارطاجيو كي تعم الفائده، وما تنساوش خوكم من لايك واللي بغى يوصلوا ديما الفيديوهات ديالي برك على الجرس باش يوصلك ديما الجديد. السلام عليكم تحياتي.